ينضم إلي سيركيس تشوبريان المحلل الأول للأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي. أهلا ومرحبا بك سيركيس. يعني دعنا في البداية نتحدث عن الاجتماع المقبل لكريستين لاغارد محافظ المركزي الأوروبي، وكيف ستتحدث لاغارد. هل تعتقد أنه بأي حال من الأحوال ستتحدث عن تقليص لحزم التحفيز، أم أنها ستتحدث عن أهمية هذه الحزم واستمرارها؟ بدأت الأسواق المالية تتحدث عن احتمالية التقليص منذ أن قام بنك كندا المركزي يوم أمس بتقليص ولو بشكل طفيف لسياساته التحفيزية وبرامج شراء السندات الطارئة. لكن كريستين لاغارد كانت واضحة جدا في تصريحات سابقة لها حينما مثلت الاقتصاد في منطقة اليورو على أنه بالرجل المريض الذي خرج من المستشفى على عكازين، وهذان العكازين هما التحفيزات النقدية من البنك المركزي الأوروبي والسياسات التحفيزية المالية من الحكومات في منطقة اليورو. وهذا يدل على شيء مهم، بأن البنك المركزي الأوروبي حاليا لا يستطيع أبدا وبأي حال من الأحوال أن يخاطر بتقليص أي نوع من أنواع التحفيزات التي يقوم بها. فبالتالي أعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي سيؤكد هذا اليوم على أنه سيستمر في شراء السندات وبرنامج شراء الطارئ لفترة زمنية معينة حتى على لعدة أشهر على الأقل، وذلك لتأكيد استمرارية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. فرغم أن البيانات الاقتصادية أظهرت لنا بعض التحسن في القطاعات في منطقة اليورو، ورغم أيضا رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو للأفضل، لكن في نفس الوقت مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19 ما زالت قائمة. ولو نظرنا أيضا إلى بعض البيانات الاقتصادية رغم أنها تظهر مؤشرات مدراء المشتريات تحسن وتعافي، لكن هنالك بيانات أخرى ما زالت تظهر لنا بعض، وهذا ما سيجبر البنك المركزي الأوروبي على إبقاء سياساته على ما هي عليه. طيب، واضح جدا، شكرا على هذا التحليل. لكن السؤال، وهو ما يعني الأسواق هنا، واضح يعني حتى من ردة فعل الأسواق الآسيوية والنيكاي بالأمس أنه لا تعنينا عمليات الإغلاق، لا تعنينا عمليات كورونا، المهم هو استمرار الأموال الرخيصة. هل هذه المعادلة صحيحة وإلى متى؟ بالضبط، هذا كلام صحيح 100%، وما شاهدناه يوم أمس عندما انخفضت مؤشرات الأسهم اعتبرها الكثير من المستثمرون بأنها فرصة قد تكون جيدة للشراء كما يدعونها، اللي هي buying dips، وهذا ما حصل بالفعل. عندما انخفضت مؤشرات الأسهم يوم أمس شهدنا مرة أخرى ارتفاعات صاعدة، وهذا مع توقعات استمرار تدفقات السيولة الرخيصة والتحفيزات الاقتصادية. فالمتداولون حاليا يعلقون آمالهم على توقعات تعافي الاقتصاد العالمي بعد تحسين التوقعات للنصف الثاني من هذه السنة، وبذلك يتجاهلون نوعا ما، لا أريد أن أكون بالشكل المطلق أنهم يتجاهلون انتشار كورونا، لكن في نفس الوقت الآن ينظرون إلى احتمالية استمرار سياسات التحفيز، وهذا ما يحفز الشهية للمخاطرة وتدفع مؤشرات الأسهم أيضا لبعض الإيجابية لهذا اليوم. طيب، اليوم أمامك الأسواق الأمريكية، الأسواق الأوروبية، الأسواق الآسيوية والأسواق الناشئة. إذا كان لديك مستثمر تريد أن تنصحه بأن هناك بعض الأسواق يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها، ما الذي ستنصحه به؟ يعني ستقول له اذهب إلى أمريكا أم إلى أوروبا أم أين تحديدا؟ بداية، بما أننا وهذا سيرتبط بالضبط، وهذا سيرتبط بالتالي إلى تدفقات السيولة أين سوف تتوجه، وهذا يعني بأننا سنبحث عن دول تقدم تحفيزات هائلة ومستمرة للاقتصاد في منطقة اليورو. هنالك العديد من الفرص في الولايات المتحدة وأيضا في الصين التي يشهد الاقتصاد فيها تسارع في النمو. فهذه المناطق الثلاثة التي كنا نتحدث عن الصين في أوروبا في قطاعات محددة وفي الولايات المتحدة كلها تمثل فرص، لكن هذا من أجل تنويع المخاطرة في عدة مناطق حول العالم باستغلال أيضا احتماليات التعافي الاقتصادي الكبير المحتمل خلال هذه السنة. لكن يعني ربما يعني هذه نظرية اشتري كل شيء، ليست تنويع مخاطرة سيركيس. هي بالفعل هي أن تتجه نحو قطاعات محددة. على سبيل المثال لو نظرنا إلى بعض الأسهم التي تتضخم بشكل كبير مكررات الربحية فيها، وهنا يأتي دور المستثمر للاختيار بين الشركات والنظر إلى القوائم المالية. على سبيل المثال مؤشرات الـ APS وأيضا الـ APG التي تدلنا أيضا على توقعات نمو الأرباح، وهذه هي ما تجعلني أنا أرى العديد من الفرص حول العالم. لا أحدد دولة معينة أو جهة معينة، لكن استغلال الفرص المتواجدة حقا
وسط توقعات التعافي الاقتصادي العالمي وسيولة نقدية رخيصة. وهناك موضوع مهم جدا أن الاستثمار الآن يعني أصبح أكثر أهمية بسبب توقعات ارتفاع التضخم. مميز سركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لك.